اعرف بحضرتك. مهندس مجدي عوني عبد الحي. وظيفه حضرتك ايه؟ مسؤول انتاج بالمفرخ السمك. هنا ممكن حضرتك تشرح لنا ايه هنا؟ احنا هنا بنفرخ البلطي النيلي وحيد الجنس. ماشي. المكان اللي احنا واقفين فيه ده داخل الصوبه الموجود اللي احنا فيها دي، الجماعه الرجاله بتجمعوا دي زريعه البلطي المعامل، معامل بالهرمون. ماشي. افتح كده نور وسع كده. ده البلطي اللي احنا واقفينه ده، الزريعه دي تقريبا مخلصه المعامله بتاعتها، بقى لها تقريبا حوالي 28 يوم. وسع كده يا وسع رجاله كده. هات هنا يا سيد. ما عشان هو الزراعه تجي لك هنا، الزراعه تجي هنا. بصي شايفها دي، الزريعه دي بتتغذى لمده 28 يوم بالهرمون. دي تقريبا بتعمل حوالي يعني اقل من الجرام، حوالي نص جرام تقريبا. ما هدي بعد ما بتخلص المعامله مباشره بنبدا التسليم، سواء للمزارع الحكوميه او المزارع بتاعت الاهالي. بتتغذى بعلف اللي بنضاف عليه الهرمون عشان يعمل، مش يعمل تحويل، يعمل ايه، اسباط للخلايا الانثويه، بحيث ان دايما مرغوب في التربيه في المزارع السمك اللي هو البلط المحيط الجنس اللي هي الذكور يعني. ماشي. على اساس المعدل النمو ما بيفرخش بعد كده يعني. ده بلط وحيد الجنس. في شلب هنا يا شباب. هات شلب هنا. هو ام الشلب ذريعه. طبعا التغذيه بتاعت البلط وحيد الجنس ده بتبدا من اول يوم اخد فيه اليرقات، من اول يوم اخد فيه اليرقه بتاعت البلطي. يعني ما ينفعش لو اليرقه كبيره، لو الحجم اليرقه كبيره ما ينفعش ان انا اكلها الهرمون، لان ما ينفعش تحويل ليها طالما السمك كلت. نعم. لا، الحوض ده مساحته صغيره، فبياخد بنحط فيه من 30 ل 50 الف في الحوض ده زريعه، عشان يبقى يدي فرصه ان هو حجمه يوصل للحجم ده. اللي بعد كده، بعد المرحله اللي بعد دي مباشره ان البيع بقى، اللي بعد دي بعد ما بتخلص 28 يوم بنبدا في موضوع البيع. بس زي ما قلت لحضرتك البيع البلط، الامهات هوريك، هنوريك الامهات وازاي بنطلعها وازاي بناخد منها الزريعه. ماشي. الصوبه اللي احنا واقفين فيها دي الصوبه بتاعت الامهات، امهات البلط النيلي، اللي هي بنستغرب من الامهات دي البلط اللي هو زريعه البلط بيبقى وحيد الجنس فيما بعد يعني. هنا بيتم تجميع الامهات زي ما حضراتكم شايفين كده. يلا رجاله خلصوا. النسبه بتاعت التزاوج الذكور للاناث بنسبه 1 لـ3، يعني كل 3 اناث ليهم ذكر. حجم الامهات هنا تقريبا بتتراوح من 200 ل 250 جرام لكل ام. هنا بيتم التجميع بقى زي ما انتم حضراتكم شايفين، هيبداوا يعملوا في عمليه فرز بحيث ان يطلعوا اليرقات من الامهات زي ما هتشوفوا دلوقتي. تعالوا يا رجاله قربوا هنا كده. هات رجاله فين ال المصفى اللي هي موجود، كل حاجه موجوده هنا. هو هنا بيجمع هنا اليرقات اهو. هات الطبق هنا، خليه قدامي اهو. هات الطبق هنا املا ميه. خلاص يا سيد. هات اثنين في بعض مفيش مشكله. وراح جاي احنا بنجمع كل اليرقات في طبق زي كده، وبعد كده بنعمل عمليه فلتره. الفلتره دي على اساس زي ما كنت قلت ان هي في حجم معين ما يكونش كل، يعني ما يكونش اكل غذاء طبيعي،
ما هو هتشوفه دلوقتي. لا 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 ما بيبقاش دي ما تمثلش 11 مللي من الجرام، على اساس ان اليرقه من دي اللي كلت بتطلع تتغذى تبقى زي بولت نيلي بس ما يعملش تحويل ليها. ماشي، زود ميه استفاد من استفاد. هات ال هات المصفى. لا ما انا عايز تعمل لي المصفى دي. ماشي ال 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 اليرقات اللي بتنزل هنا. قلت لك تعالى انت الناحيه دي كده. بس يلا انزل زي ما انت انزل. اليرقات اللي كده يا سيد. ايوه كده. كل اليرقات اللي هتنزل في الطبقه تحت دي اللي بتتعامل بالهرمون بعد كده، دي اللي بتتاخد وتتعامل بالهرمون. الحجم الكبير ده بيطلع بقى بولت نيل عادي. بص حضرتك هو كده. لحظه بص الحجم اللي هو الصغير ده بروح كده على ده اللي هيتعامل بالهرمون، ده اللي هيطلع يبقى نيل. في طبعا المصفى دي كلها فيها خرام اللي هي الحجم اليرقه اللي هي الصغير دي بتبقى حجمها صغير جدا اللي بتنزل منها دي. عمر يوم دي اللي بنقول عليها عمر يوم، دي اكتر من يوم، لان طبعا السمكه بتاعه البلطي الزريعه ما بتديش من ما بتطلعش من ام واحده، من عدد امهات كتير، فبالتالي ممكن تكون ام ادت قبل ام، فبالتالي بنعمل عمليه الفلتره دي. ده بقى اللي هيبقى البلطي النيلي. ده شوف حجمه اكبر من ده، يعني ده الحجم ده اكبر من ده. اتفضل يا محمد حطه في الطبق اللي عندك ده. الموضوع ده بيحصل كل حوالي 20 يوم نبدا نعمل القصه دي، يعني نعمل القصه دي يعني عبال ما نخلص الصف بتاعنا دون نكون نبدا نرجع تاني من الاول على المكان ده. يعني الموضوع ده ياخد 20 21 يوم نبدا نرجع ناخد الدوره دي تاني. المرحله دي هتطلع على دي بتطلع على حوض ودي بتطلع على حوض. الحجم ده اللي قلنا عليه بيتغذى بالهرمون. طبعا الهرمون بتاعنا مش عارف بقى ولا متقلش. هرمون الفا مثال تستوستيرون 17 الفا مثال ده اللي بيعمل اللي هي ايه، بيعمل زي ما قلت ايه مش تحويل، بيعمل اثبات للخلايا النسويه، يعني بيخلي الانثى ما عندهاش القدره على التبويض. يعني يعني ايه زي ما بيقولوا ما تنزلش ما تفرحش تاني السمكه. دي التغذيه دي بعد دي بتقعد 28 يوم. دي بتقعد 28 يوم، يعني دي من اول يوم النهارده 28 يوم يبدا يبقى يكون جاهزه زي اللي انتوا حضرتك شفتوها قبل كده في الحوض الثاني اللي هو اللي جاهز للتسويق. ماشي كده خلاص احنا كده خلاص. المفرخ هنا برضو المفرخ السمك في العباسة بيعتبر أول مفرخ حكومي يقوم بتفريخ القراميط. كانت السنة اللي فاتت كانت تجريبية والحمد لله حققنا نتائج كويسة، والسنة دي بنكمل إن شاء الله. المكان اللي احنا واقفين دون دي حوض تحضين يرقات القراميط. دي الحوض دون بيطلع حاطين فيه محضنين فيه اللي هي زريعه القراميط. انتوا حضرتك هتشوفوها دلوقتي زريعه القراميط. السنه اللي فاتت طلعنا تقريبا حوالي 320 الف طلعناهم من زريعه القراميط، والسنه دي بنامل ان احنا ربنا يسهل يكون في طلب عليها وان شاء الله تطلع كميه كبيره باذن الله. يلا رجال لف لف يا عامر لف لف كفايه يلا خليك بعيد عن ال ارفع ايوه هناك خلي على النظافه، هي تطلع النظافه عندك هناك يا حماده. ماشي 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 يلا Thank you.
اول ما تلف كله ما عشان الرواسب بس. هاتهم على هنا، هاتهم هنا كده يا رجاله. جمع على هنا، جمع عشان ده يلا يا سيلا احمد. طبعا هنا بيبقى في دايما مشكله في موضوع زريعه القراميط، فلابد من عمل فلتره تقريبا كل 4 5 ايام على اساس ان الحجم اللي بيكبر بيعمل افتراس لبعضه، فبنحاول نعمل الفلترة على اساس نخلي دايما الحجم متجانس زي ما انتم شايفين كده يعني. طبعا هنا الزراعه دي بتختلف عن الزراعه اللي انت حضرتك شفتها بتاع البلطي، دي زراعه القراميط. بس اصبر بس يا سيد، هات شويه الطبقه ابو غريب برضه. ايوه بس انزل هنا بس صفى اللي عندك يلا. دي عمرها تقريبا شهر، دي داخله على 25 يوم او شهر كده يعني. تمام. المكان اللي احنا فيه دون ده المفرخ كنا استلمناه من الشركه العربيه للاسماك، وتم فيه تطوير. التطوير اللي تم فيه ان احنا عملنا بدانا نعيد الصوب تاني مكانها تاني، وعملنا بدانا نعمل خط للميه وخط للهواء على اساس ان احنا نشغل المكان. من احنا عندنا هنا عدد الاحواض الموجوده في المفرخ دون 56 حوض اسمنتي بمساحات مختلفه. في كل دراع عندنا 3 قطاعات، كل قطاع فيه 14 حوض، كل قطاع فيه 14 حوض. عدد الصوب الموجودة كل حوضين عليهم صوبة، كل حوضين عليهم صوبة. لا ما هو دي احنا قلنا المساحة اللي قلنا الحوض الصغير اللي شفناه. الحوض دي الموجودة دي 8 حوض الموجودة اللي انت شفتها حضراتكم في الصوب بتاعت الصوب. هنا المكان ده بنبقى نغطيه برضك بصوبة، بس احنا شلنا عشان الجو بدأ يعني الصوبه دي كنا قافلين الصوبه دي، احنا لسه شايلين الغطا بتاع الصوب دي من يومين ثلاثه كده يعني. قلنا ان الحوض 56 حوض وبالاضافه ل 15 حوض مباني. مساحه الحوض الواحد بتاع المباني 8 في 15. هنا في الحوض بتختلف مقاسات بتاعتها، في 3 في 20 وفي 3 في 10. الحوض الموجودة عندنا دي سمكة هنا اللي قدامنا دي فيها اللي هي الكيس المح، يعني لسه فيها الدوكسات دي، ما يعني لسه كام يوم، يوم او اتنين هتبدأ تعمل يرقات زي اللي احنا شفناها دي. هي حاليا تتغذى على الكيس المح اللي فيها دي، بتفضل تتغذى بكيس المح. المفروض كل اليرقات بتبقى بنفس الشكل دون يعني في البداية خالص، يعني لسه زي ما بيقولوا. طبعا بيبقى في جهود او في ناس مجهوله، ما حدش بيعرف ايه اللي بيتم. هو هنا العمال بصراحه بالنسبه للشغل بتاعنا ده في مجهود جامد عليهم من درجه الحراره اللي داخل الصوب، بس بنقول دي طبيعه الشغل. لازم درجه الحراره تكون عاليه، لان درجه الحراره لما بتبقى عاليه بتساعد على التفريخ اكتر، بناخد بدل ما بناخد من في الطبيعه من السمكه الام البولت النيلي بناخد 4 دورات، احنا ممكن بنوصل ل6 و7 دورات في الموسم الواحد. ده بيبقى فيه مجهود لناس كتير موجوده في المفرخ، مش بنقدر ننكره يعني. طبعا هنا زي ما قال المهندس يحيى من شويه ان احنا استلمنا المكان دون، المكان ده كان منهار خالص لانه بقاله كان قاعد حوالي 2 أو 3 سنين من غير شغل، فبدانا نعمل اعاده في البناء تاني مره تانيه، بدانا نجدد في الصوب بتاعتنا، بدانا نشتري في بلاستيك. طبعا كان بمساعده رئيس الهيئه اللي كان موجود معانا قبل كده الدكتور خالد،
وفر لنا كل الامكانيات اللي احنا كنا عايزينها في الفتره دي، مقابل ان احنا فعلا بدانا ننتج وبدانا خط انتاج كان جديد على الهيئه بتاعه التصرف السمكيه اللي هو تفريخ القراميط كاول مفرخ حكومي يقوم بتفريخ القراميط. طبعا كان المستهدف ان احنا نطلع مليون ذريعه قرموط. الحمد لله وصلنا لكميه كويسه جدا وبعنا بذريعه بمبلغ كويس وصل تقريبا حوالي 28000 جنيه لذريعه القراميط. زي ما قال المهندس يحيى احنا الألف كان ب 78 جنيه ب 73 جنيه تقريبا 73 جنيه 73 جنيه. طبعا هو حصل زياده السنه دي في سعر كل انواع الزريعه زادت 10% زادت 10%. طلعنا السنه اللي فاتت حوالي 6 مليون زريعه بلطي. ان شاء الله السنه دي مستهدف ان شاء الله نطلع 8 مليون باذن الله تعالى يعني من بلطي وحيد الجنس.